في هذا الشرق المبتلي بالنفط والدم أطالت جدران الحرية الخراب والهدم بعد زواج الجغرافيا من التاريخ اشتد المخاض وزاد الألم والصريخ ولدت ملة سميت بيتامى المسلمين هل سنبقى هكذا إلى يوم الدين عجل تنفع الشكوى مع عالم يقولوله متحضر وأمة ثكلى بين أنياب الوحوش تحتضر وينك أنت يا هيئة الأمم وخمسون مليون عايش بلا علم هيهات هيهات لما تعادي والبش مرقب جبهاتها تنادي يان نمان يان كردستان وآزادي ليش ما تدري انه بستالهم اعلى مقام من رؤوس كل الطغاة والحكام مدينا لكم ايدنا بالسلام وهديناكم حلو الكلام مثل اجدادك اللي قتلوا الحسين ما تعلمت من التاريخ درسك زين رح يطلع لك قرون متر وشبرين وتصافح بالجهنم ابوك صدام حسين روج باش روج هلات عبادي وسليماني جتروري رابونا خلات ضعي مرنا رش بو وهات حشد الشعبي يي مذهب فرست لقل سفاي باصدران بون يك دست قشت كرداء لسر ماسي دانين وبون مست اردوغان تليا خب جواني قست وقول كوزي عراق دا كرد دولة ولماز هيش بير طيارة اربيل دا تفرمز قرن كوندان ين قحبان لهب جبيان لدو بيلان رش دقريان قفز سليمان القرد ولعب مع بأف الوهير النرد بدون خيانات جنايات ممكن نيست بدون كمكي شما هلال شعي ممكن نيست تخم مرغ خود را در يك سبت قرار ندهي با این کار همی چیز از می روید لا اله الا الله علي ولي الله مدد ومدد حسين ولطم وسند شيلوا الرايات واقلبوا الآيات بس أحذركم يا ولاد المتعة والسفاح كركوب كردية وما بتستباح لك شنو اللي جاب زينب لبابا قرقر لتندموا قسما بالرب رقية وفاطمة الزهراء منكم والله براء وبكسر الهاء وكان الأسد في زاوية حميميم محشور وعلى فرط المتة كتير مقهور وبجزمة بوتين ولحاخة من يقول أنا منصور نروح معاكم للشمال ونشوف كيف صار الحال عند أردوغان أردوغان قط واستنداء دشتن بالدم والإنكار بارش هات كشتن سنين بازارندا نية كرد هالقناة فروشتن نصل ألنداء بوكاني ششتن باختر رسلاف داخور هلات باقر وباشور تب داولات كينا ومد لسر قورا اسكندر داني او كراس روكي لبجنا خداني ما نأمن سوار رجلات مقلن كردستاني بخينا خداني.